بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، بعد أن تحدثنا في الفيديو السابق عن الهبات الحرارية أو الساخنة في المرحلة الانتقالية لانقطاع الطمث، أسبابها وأعراضها وكيفية التصرف في حدوث الهبات الحرارية، سنتحدث اليوم عن طرق علاجها بالأعشاب والزيوت الطبيعية، ثم سنتحدث عن العلاجات البديلة للهبات الساخنة. فاصل ونواصل. سنبدأ بعلاج الهبات الساخنة بالأعشاب والزيوت الطبيعية. يتردد كثير من الأطباء في التوصية بعلاجات بديلة أو يعني طبيعية، لأن هذه المنتجات الطبيعية غير الموصوفة طبياً، قد تختلف مكوناتها وقوتها وتركيزها من مصنع لآخر. فلم تدعم الدراسات الطبية فعالية استخدام الأعشاب لعلاج الهبات الساخنة والتعرق الليلي، إلا أن بعض النساء حول العالم يجدن أن المنتجات العشبية مفيدة وتشمل الزنجبيل. تؤمن العديد من النساء بأهمية فوائد الزنجبيل للهبات الساخنة وعلاج أعراض سن اليأس. والزنجبيل معروف أنه غني بمضادات الأكسدة، مما يجعله علاجا مناسبا للهبات الساخنة وأعراض سن اليأس، رغم أنه من الأعشاب الحارة التي ترفع درجة حرارة الجسم. أيضا البرسيم الأحمر، ويسمى أيضا برسيم المروج أو نفل المروج أو النفل الأحمر. يفيد البرسيم الأحمر لعلاج الهبات الساخنة، حيث يرفع مستوى هرمون الاستروجين عند المرأة، ويخفف أعراض سن اليأس وانقطاع الطمث المبكر، ويساعد في علاج الإجهاض المتكرر والعقم. كما يساعد البرسيم الأحمر في علاج سرطان البروستاتا عند الرجال، لكن عليك أو عليك أن تحذري من هذه العشبة، بأنها تزيد فرصة حدوث نزيف. أيضا عشبة الميرامية، وفوائد الميرامية كثيرة، فهي مطهرة ومرخية وعطرية ومقوية وقابضة ومضادة للالتهابات، وتساعد في علاج اضطرابات الدورة الشهرية، وتولد الاستروجين الذي يساعد في التخفيف من أعراض سن اليأس ومنها الهبات الساخنة والتعرق الليلي. أيضا اليانسون، وفوائد اليانسون في إرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب وتخفيف التشنجات معروفة وشائعة، لذلك ممكن استخدام اليانسون لتخفيف القلق والتوتر والأرق المصاحب للهبات الساخنة الليلية والتعرق الليلي، الذي يمنع المرأة من الحصول على قسط كافي من النوم والراحة، وشرب اليانسون قد يساعد المرأة على الاسترخاء. ولا تقتصر فوائد اليانسون للمرأة على سن اليأس فقط، بل يساعد اليانسون أيضا في تحفيز الدورة الشهرية وعلاج عسر الطمث وتقوية الرغبة الجنسية وزيادة إدرار الحليب وتسكين الآلام وطرد البكتيريا والفطريات، إضافة طبعا إلى فائدته الأساسية هنا في تقليل عدد الهبات الساخنة في سن اليأس ومرحلة انقطاع الدورة الشهرية وتخفيف شدة الهبات الساخنة. ملاحظة: بإمكان من يرغب الرجوع لمشاهدة فيديوهات الزنجبيل والبرسيم الأحمر والميرامية واليانسون التي تم نشرها في مرحلة سابقة بالقناة، ومن أجل ذلك سنضع روابط الفيديوهات الأربعة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وسنذكر الآن بعض الأعشاب المعروفة عند البعض وغير المعروفة أيضا، لحرصنا التعريف بها ومعرفة فوائدها ومحاذير استعمالها. عشبة دونكاي، وهي عشبة صينية تحتوي على الاستروجين النباتي، وتعمل على تقليل نسبة الهرمونات الذكورية في الجسم. ومن الجدير بالذكر أن عشبة دونكاي تتفاعل مع مادة الوفارين الموجودة في الأدوية التي تمنع جلطات الدم، لذا عليك الحذر الشديد عند استخدامها. أيضا زيت زهرة الربيع المسائية، لا يوجد أي دليل من الدراسات والبحوث على أن تناول كبسولات زهرة الربيع المسائية
أو القيام بدهن زيت زهرة الربيع المسائية ممكن أن يفيد في علاج أعراض انقطاع الطمث والتخلص من الهبات الساخنة. ولكن تؤمن العديد من النساء بأهمية زيت زهرة الربيع لعلاج الهبات الساخنة والتعرق الليلي والقلق وأعراض سن اليأس المختلفة وآلام الدورة الشهرية وآلام ما قبل الدورة الشهرية وآلام الثدي. ومن محاذير الاستخدام تأثير زيت زهرة الربيع المسائية على أدوية سيولة الدم وبعض الأدوية النفسية. أيضا الصويا، تلجأ بعض النساء إلى علاج الهبات الساخنة والتعرق الليلي باستخدام الصويا، لأن الاستروجين الموجود في الصويا ممكن أن يساعد في تخفيف الهبات الساخنة، ولذلك نجد أن النساء الآسيويات أقل عرضة للهبات الساخنة وأعراض انقطاع الدورة الشهرية كونهن يتناولن الصويا بانتظام. ونظرا لوجود الجينستين في الصويا قد يساعد في تقليل الهبات الساخنة، ولكن لا يوجد أي دراسات علمية تثبت فوائد الصويا في علاج الهبات الساخنة. والصويا يمكن أن تسبب آلاما خفيفة في المعدة مع إمساك أو إسهال، كما أن النساء اللاتي لدى عائلاتهن تاريخ من أي نوع من السرطان له علاقة بالإستروجين لا يفضل أن يتناولن الصويا. أيضا الكهوش الأسود أو نبتة الكهوش السوداء لعلاج الهبات الساخنة. استخدم مواطنو أمريكا الأصليون نبتة الكهوش السوداء لعلاج العديد من الأمراض، ومنها المشاكل النسائية مثل تشنجات الحيض ومشاكل الولادة وأعراض سن اليأس كالهبات الساخنة. لكن لا ينصح باستخدام نبتة الكهوش السوداء لمن يعاني من اضطراب في الكبد، ويوجد العديد من الآثار الجانبية التي قد تحدث عند استخدام نبتة الكهوش السوداء مثل الصداع أو الشعور بثقل في الساقين أو عسر الهضم أو انخفاض ضغط الدم أو الغثيان أو التعرق أو القيء أو زيادة الوزن. وأيضا في بعض الأحيان وعند استخدام هذه النبتة بشكل مفرط ستظهر العديد من الأعراض الأخرى كنوبات الصرع أو عدم وضوح الرؤية أو عدم انتظام دقات القلب، وفي هذه الحالة يجب التوقف عن استخدام هذه العشبة، وأيضا يجب التوجه لنيل الرعاية الطبية على الفور، وخاصة عند الشعور بآلام في البطن أو عندما يصبح لون البول داكنا أو عند حدوث اليرقان. أيضا هناك أعشاب الكافة والبطاطا الحلوة البرية والجنسنج والبابونج والمردقوش وعرق السوس ورجل الأسد، كلها أعشاب مفيدة في سن اليأس ومرحلة انقطاع الطمث عند النساء، حيث تساعد في تخفيف أعراض سن اليأس المختلفة كالتوتر والقلق والهبات الساخنة وتأخر الدورة الشهرية والتعرق الليلي والأرق واضطرابات الطمث وغيرها. استشيري طبيبك دائما قبل تناول أي من هذه المنتجات أو الأعشاب أو المكملات الغذائية، فالأعشاب يمكن أن تتداخل مع الأدوية وتفاقم الاضطرابات بما يتجاوز ما هو مدرج أعلى. ويجب التنويه إلى أنه لا يتم مراقبة المنتجات العشبية من حيث الجودة والنقاء من قبل إدارة الغذاء والدواء، لذا احذري جيدا إذا حاولت الخضوع إلى علاج الهبات الساخنة بالأعشاب أو الوصفات الطبيعية. والسؤال هنا، هل هناك علاج بديل وعلاجات شعبية للهبات الساخنة؟ والجواب نعم، ونذكر منها. أولا تقنية الوخز بالإبر. من العلاجات البديلة الفعالة للهبات الساخنة وأعراضها استخدام تقنية الوخز بالإبر لعلاج الهبات الساخنة، قد يكون مفيدا للنساء حيث سيجنبهن الآثار الجانبية للدواء. وقد وجدت إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2011 أن النساء اللائي جربن الوخز بالإبر كانت لديهن أعراض أقل لسن اليأس بما في ذلك مشكلة الهبات الساخنة مقارنة بأولئك اللائي حصلنا على علاجات أخرى.
وعملت دراسة أخرى مع عينة كبيرة من النساء المصابات بسرطان الثدي، حيث غالبا ما تؤدي علاجات سرطان الثدي إلى حدوث هبات ساخنة عند النساء. وأظهرت الدراسة أن المشاركات اللواتي تعرضن لعلاجات الوخز بالإبر واجهن تواترا وشدة أقل في الهبات الساخنة وأعراضها. ثانيا، إذا قلنا أولا الوخز بالإبر، ثانيا التأمل أيضا من التقنيات الناجحة في المساعدة في إدارة مستويات التوتر، ومن المعروف أن التوتر هو من المحفزات الشائعة للهبات الساخنة عند النساء، فدورة تدريبية في إدارة التوتر قد تؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية والنفسية للمرأة، وقد تساعدها على تحسين نوعية حياتها بشكل عام. ثالثا، تغيير نمط الحياة. بعض التعديلات على نمط الحياة قد توفر على المرأة الكثير من المعاناة. يمكن أن تؤثر خيارات نمط الحياة على جسمك بقدر تأثير أي دواء أو علاج أو مكمل غذائي، حيث يمكن اتباع أسلوب حياة صحي أن يقلل من شدة وتكرار حدوث الهبات الساخنة ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام. وهذه بعض النصائح العامة وطرق تحسين صحة المرأة وحمايتها من الأمراض. 1- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وشرب كميات كافية من الماء. 2- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. 3- التوقف عن التدخين، أيضا تجنب التدخين السلبي. 4- التنفس العميق لمدة 15 دقيقة في الصباح و15 دقيقة في المساء. طبعا تحدثنا عن هذا في الفيديو الأول، كيفية التنفس العميق. وملاحظة مهمة جدا أنه تختلف النساء في كثير من الأمور، بما فيها تفاعل أجسام النساء مع الأدوية. لذا من المتوقع أن يكون أحد أنواع علاج الهبات الساخنة مفيدا لامرأة ما، بينما لا يعطي أي نتيجة مع امرأة أخرى، وعندها قد يلزمها اتباع طريقة أخرى لعلاج مشكلة الهبات الساخنة والتعرق الليلي. ولا تترددي باللجوء لطبيبك المختص للحصول على الاستشارة اللازمة حول نوع العلاج الأنسب للهبات الساخنة في حالتك. حبيبنا، بهذا القدر لخصنا لكم موضوع الهبات الساخنة المتعلقة بسن اليأس وانقطاع الدورة الشهرية. ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، وللاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب بزوارنا الجدد اللي عم بيشوفونا أول مرة. إن عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.